أحب أقدم لكم أول برنامج كويتي على نظامي الآيفون والأندرويد. إحنا ما نقول إن البرنامج مميز، الكل يقول إن إحنا من أفضل البرامج المحلية. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. إحنا أول برنامج مجاني شامل، أول برنامج يضمن هوية المستخدم باستقبال رسالة الأسماس، أول برنامج يتيح لك بوضع إعلانك بأقل من 60 ثانية، أول برنامج تقدر تضيف عليه أكثر من 7 صور، أول برنامج يعطيك الفرصة لفتح الستور الخاص فيك. إحنا الأول. في هذا التوتوريال راح أستعرض لكم كيفية استخدام البرنامج. هذه صفحة التسجيل الآمن اللي من خلالها يتم تسجيل رقم موبايلك كهويتك للبرنامج. بعد إتمامك هذه الخطوة راح تستخدم رمز سري لتفعيل حسابك عن طريق الأسماس، وبعد إرسال رمز التأكيد تقوم بالموافقة على الشروط والقواعد اللي راح تتمم عملية التفعيل. هذه شريطة القائمة الرئيسية للبرنامج اللي من خلالها تقدرون تختارون الأوبشن المرغوب استخدامه. اعتبروا قائمة الاختيارات الخاصة بكم. أول خيار من قائمة الاختيارات هو وضع إعلانك. في 3 خطوات بسيطة تقدر تحط فيها إعلانك بأقل من 60 ثانية. أولاً، تضيف الصور لإعلانك عن طريق اختيارك هذا الإطار أو هذه الصورة. راح يكون اختيارك للصورة عن طريق الكاميرا أو معرض الصور. ثانياً، تحديد فئة الإعلان، ومثل ما أنتم شايفين الفئات تشمل كل اللي يخطر على بالكم. ثالثاً، تكتب هني وصف إعلانك طبقاً لقوانين البرنامج. الحين كل اللي عليك أنك تضغط على عرض ونشر، كل هذا ما راح ياخذ منك أكثر من 60 ثانية. ثاني أوبشن من قائمة الاختيارات هو الفئات، فيه تلاقون عقارات للبيع والشراء والإيجار والطلب، الشاليهات والسيارات بأنواعها، الدراجات النارية والقوارب والجيتسكي، الإلكترونيات بأنواعها، الملابس والإكسسوارات، وغيرها من الخيارات الأخرى. اختيار أي فئة من هالفئات واضح وبسيط. خلوني أوريكم إذا أبي أشتري سيارة مثلاً. عند الدخول على صفحة المنتج المختار، أول شيء تلاقونه هو صور المنتج. تقدرون تتواصلون مع صاحب العرض عن طريق الضغط على إطار اتصل الآن أو رسالة الأسماس، وهني تقدر تضيف الإعلان عندك والوصف الكامل. ثالث أوبشن من قائمة الاختيارات هو العروض. هني تلاقون العروض الأسبوعية والشهرية لشركات متنوعة، وبإمكانك أنت أيضاً تعرض إعلانك هني. رابع أوبشن من قائمة الاختيارات هو السوق. بالسوق تلاقي الشوب الخاص بالعملاء المشتركين. ميزة السوق أن تكون لك مساحتك الخاصة فيك اللي تقدر تعرض فيها سلعك بدون ما يزاحمك أحد. فكر فيها كأن الأونلاين شوب الخاص فيك أنت بس. وآخر أوبشن هو المزيد. بالمزيد تلاقون الخيارات المتبقية للبرنامج. بإعلاناتي تقدرون تتابعون حالة إعلاناتكم وتعدلون فيهم أو تعلنون عن بيعهم. المفضلة هي القائمة اللي حاط فيها الإعلانات اللي عاجبتك، وبإمكانك أيضاً أنك تمسح الإعلان اللي ما تحتاجه بكل سهولة. تقدرون تتواصلون مع البرنامج عن طريق اتصل بنا، وخلال الإعدادات تقدر أنك تلغي اشتراكك. من خلال هذه الآيكون تلاقون دعايتنا، وهني تسوون شير للبرنامج عن طريق تويتر والفيسبوك. تقدرون تدزون البرنامج لربعكم عن طريق هذه الآيكون. وأخيراً بإمكانكم تقيمون البرنامج بعد استخدامه. بعد هذا كله ما تقولون إن إحنا الأول؟ Thank you.